من الموصل مع قائد شرطة نينوى العميد واثق الحمداني. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. إذا نتحدث عن وقت قصير يستلزمه الانتهاء من عمليات التطهير، ما الذي تفعلونه بالتحديد في هذه الفترة سيادة العميد لتكتمل عمليات التطهير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نحن كشرطة نينوى متواجدون في الساحلين الأيمن والأيسر على شكل أفواج طوارئ وشرطة محلية. الحقيقة قمنا بالعديد من العمليات اللي من شأنها أنه انطهر المنطقة ما تبقى من داعش ومن المختفين من داعش، وكذلك المناطق اللي تحتوي على قضايا التفخيخ والمواد المستخدمة في التفخيخ، وتم العثور على الكثير منها. إن شاء الله الساحل الأيسر قد تطهر بالكامل، والساحل الأيمن أيضا في طوره لنهاية من عملية التطهير. ما الذي تجدونه بعمليات التطهير هذه سيادة العميد حتى الآن؟ الحقيقة عملية التطهير هي عملية مشتركة ما بين الشرطة الاتحادية والجيش والشرطة المحلية. تم العثور على أسلحة وأحزمة ناسفة والكثير من المواد المستخدمة بالتفجير اللي خبأها داعش في مناطق مختلفة من الساحل الأيمن. طيب، بموضوع المفخخات، كم من الوقت يستلزم هذا الموضوع لئلا يبقى أي خطر على من سيعود؟ سيادة العميد. نعم، اسمعك. نعم، فيما يتعلق بالمفخخات والخطر المحدق بمن سيعود للجانب الأيمن سيادة العميد، إلى أي درجة هذا من أولوياتكم اليوم، وما مدى صعوبة هذا الموضوع بالتحديد؟ هنالك تخصصات كثيرة بهذا الاتجاه. اليوم المفخخات أصبحت قليلة جدا، وإن شاء الله ستنتهي بالقريب العاجل، وأتصور حاليا شبه منعدمة في أيسر الأيمن العفو. شكرا لك من الموصل قائد شرطة نينوى العميد واثق الحمداني.